السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الثالثة ضمن مادة ميكانيك التربة. راح إن شاء الله اليوم نكمل ما بدأنا به من شابتر 2 لإكمال الشرح مالته. وصلنا بالمحاضرة السابقة، أنهينا محاضرتنا إلى الكونسيستي إندكس، اليوم مؤشر اتساق التربة أو مؤشر تماسك التربة. شنو يعني مؤشر الاتساق أو مؤشر تماسك التربة؟ The consistency index indicates the consistency of the soil، يشير إلى اتساق التربة. It shows the nearness، يظهر مدى قرب ال nearness of the water content of the soil، إيش قد يقترب المحتوى المائي بحيث يوصل التربة إلى مرحلة البلاستيك ليميت، إلى التربة أو الحل أو الحد البلاستيكي أو الحد اللدن للتربة. A soil with consistency index، عندما تكون consistency index مؤشر الاتساق أو التماسك للتربة قريب للزيرو، معناها التربة المن وصلت إلى يا حد الليكويد ليميت، تمام عيني، وتعتبر شنو تصنف extremely soft، تصنف ناعمة للغاية. وأيضا قوة الشير سترينث إلها قوة القص ما تذكر، يعني تكاد تكون مهملة، ما إلها تكون قوة قص التربة إذا وصلت إلى هذا الحد اللي هو البلاستيك ليميت، العفو الليكويد ليميت، حد السيولة. On the other hand, a soil، ومن يعني جهة أخرى، التربة اللي تحتوي is content على water content equal، مساوي للبلاستيك ليميت، لها اجقد لها مؤشر اتساق إذا وصلت إلى البلاستيك ليميت، معناها مؤشر الاتساق لها اجقد consistency index 100%. هسا عرفنا إحنا عندنا مؤشرين التساق، المؤشر الأول 0% إذا وصلت إلى حد الليكويد ليميت، حد السيولة، تمام عيني، إذا وصلت إلى حد الليكويد ليميت يكون مؤشر الاتساق 0، تمام عيني، لكن إذا وصلت إلى حد البلاستيك ليميت يكون مؤشر الاتساق شنو قد مقداره 100%. هذا المن يشير إلى أن السويل از ريلايبيليتي فارم، يعني شنو معناها؟ إلى أن التربة تقريبا نسبيا هي ثابتة، الكونسيستي اندكس جريتر ذان، إذا كان أكبر من 100% هذا معناها أن التربة جدا صلبة أو قوية. So الكونسيستي اندكس يرمزوا له بهذا الرمز سي كابيتال اي كابيتال، يساوي لنا الليكويد ليميت ناقص الووتر كونتنت على البلاستيك ليميت في 100%، تمام عيني، هذا القانون مطلوب من عندك. وهذا القانون ايضا الليكويد ليميت، هاي القوانين تكتبهن بورقه القوانين اللي انا مسويت لك اياها هنا واضحات عندك بالمحاضره بالبولد. الاكتيفيتي اوف سويل، تمام عيني، هسه وصلنا الى موضوع الاكتيفيتي اوف سويل اللي هو نقول احنا نشاط التربه او فعاليه التربه. الاكتيفيتي اوف سويل شنو معناه؟ هو الريشيو اوف بلاستيسيتي اندكس، هو نسبه مؤشر اللدونه اند ذا بيرسنتج اوف كلي فراكشن على، ونسبه البيرسنتج اوف كلي فراكشن على شنو؟ على القيم اللي هي يعني هي اصلا هو عباره عن ريشيو بين البلاستيسيتي اندكس على البيرسنتج اوف كلي سايز بارتيكل، او احنا نسميه البيرسنتج او نسبه الطين المكسر، تمام عيني، هو هذا معناه الاكتيفيتي اوف سويل، نشاط التربه. هسه شو يعتبر هذا اليوسفل هاي كوركشن؟ هسه نجي هنا الفي اس، هذا يعتبر هو بعض يعني احنا نعتبرها بعض الملاحظات اللي تفيدك انت بصوره عامه. هو ثابت في جميع المراحل اللي هو حجم الصلب، تمام يعني الديجري اوف ساتوريشن درجه التشبع من دوصل الى اب يعني 100%، تمام عيني، هي كنسبه واعلى توصل لها نسبه حد 100% من تكون ديجري اوف ساتوريشن معناها فول ساتوريشن، تمام عيني. اذا كانت الديجري اوف ساتوريشن درجه التشبع بالمنطقه ما دون ال 100%، فاذا عندنا الفي توتال للدراي هو عباره عن الفي توتال ات ساتوريتد، يعني هاي علاقات عامه ان شاء الله راح نجي نوضحها بالمسائل تكون افضل. هاي بعض الملاحظات الجايد لاين راح يقودنا الى يعني امور ثانيه. هسه نجي شنو معنى الريليتيف دنسيتي، الكثافه النسبيه. الكثافه النسبيه هي نسبه از ذا ريشن اوف ذا اكتوال دنسيتي، لان اكو بعض الامور ذا شرحت لكم اياها حاليا كمعايير وكريتيريا ما راح تفهمها، بس من نربطها مع مساله حقيقيه ابلكيشن راح تكون واضحه لك تماما. So relative density، الكثافة النسبية is the ratio of the actual density إلى الكثافة احنا نسميها الفعلية to the maximum possible density، إلى أقصى كثافة ممكنة of the soil and its expressed، ويمكن التعبير عنها بنسبة الفراغ اللي هي void ratio.
So relative density الار دي بالمية يساوي ان الفويد ريشيو ماكس ناقص الفويد ريشيو نورمال على الفويد ريشيو ماكس ناقص الفويد ريشيو مينيموم. تمام عيني؟ هو هذا، او هو عبارة عن جاما دراي ماكس على الجاما دراي نورمال في هذه القيمة. تمام عيني؟ هاي هو اللي يعطيك هنا تعريف التفاصيل الكريتيريا للقانون الداخلي النورمال. هاي الفويد ريشيو at the natural condition، الفويد ريشيو at the dentist condition، وهاي lost condition. تمام عيني؟ maximum dry unit weight، minimum dry unit weight، natural dry unit weight. تمام عيني؟ هاي الار دي يعطيك جدول لبعض التراب ايش قد قيمته تتراوح نسبة الكثافة النسبية. تمام عيني؟ بهذا المقدار. هسه يقول لك هنا example for the greater soil، يعني عندنا احنا نوع من انواع التراب اللي هي التراب الحبيبيه. اذا انا نعطيك قيمه الجاما دراي لها 17.3 كيلو نيوتن على المتر مكعب، relative density 82% والwater content 8%، والspecific gravity الوزن النوعي هذا المقدار. اذا علمت انه قيمه الاي مينيموم اللي هي احنا نسميها dense condition مقدارها هذا المقدار، وات وود راح تكون قيمه الود بي اي ماكس. اذا مطيني الاي مينيموم شريط يريد الاي ماكس، بعدين شنو يريد؟ يريد قيمه الدراي يونت ويت ان ذا لوست ستيت. تمام، لوست ستيت هاي ضروري تنتبه لها. نرجع للعلاقات الرئيسيه، عندنا قانون للجاما دراي، هاي العلاقات اللي كتبناها قبل شويه. عندنا قانون للجاما دراي، هنا عندنا قيم للجاما دراي، ايش قد ناخذها قيمه الجاما دراي؟ احنا انتبهنا الاي مينيموم عند من دنسيت كونديشن، والاي ماكس عند اللوست كونديشن. تمام عيني؟ وهاي الناتشرال، هاي الـ هاي الجاما دراي لكن ماكس، احنا قلنا ماكسيمم دراي يونت ويت، بس المن ات ايت ايش قد قيمه الاي؟ انتبه الجاما دراي ماكس انت تحسبها عند الاي مينيموم يعني متعاكسات، والجاما دراي مينيموم يمتى تحسبها؟ هو المينيمم دراي يونت ويت بس يمتى تحسبها؟ ات اي ماكس، والناتشرال هي تنحسب عند الناتشرال، بس ذني متعاكسات، جاما دراي ماكس تحسبها عند الاي مينيمم، والجاما دراي مينيمم تحسبها عند الاي ماكس. هسه نجي السؤال، منطيني قيمه الاي مينيمم، منطيني قيمه الاي مينيمم، فهسه اسوي؟ احسب الجاما دراي بس راح يصير جاما دراي ماكس. فهسه نجي هي السبيسيفيك جرافيتي على 1 زائد الاي، بس هنا قيمه الاي ناتشرال. تمام عيني؟ هسه الجاما دراي منطينها هو اصلا، بما انه هسه انا بالبدايه ايش ناطيني؟ هو ناطيني الاي مينيموم وناطيني الجاما دراي كقيمه، اكو قانون بما انه هاي جاما دراي ما حددها ماكس او مينيموم، اذا شنو معناها؟ معناها ناتشرال، فالاي راح يطلع من عندها شنو؟ ناتشرال نفسه. تمام؟ اذا هسه استفاد من الجاما دراي عند سبيسيفيك جرافيتي اقدر اطبق هذا القانون جاما دراي من العلاقات اللي قلت لكم راح تكتبوها من المحاضره الشابتر الاول، سبيسيفيك جرافيتي على 1 زائد اي ناتشرال في ايش قد قيمه الجاما ووتر. سو اللي هنا انا هسه نجي قيمه الجاما دراي 17.3 سبيسيفيك جرافيتي 2.65 1 زائد الاي ناتشرال في 10، طلعنا قيمه الاي ناتشرال. نجي الريليتيف دنسيتي مطنياها الار دي، شنو قانونها؟ اي ماكس ناقص اي ناتشرال على اي ماكس ناقص اي مينيموم. ناتشرال طلعته بالعلاقه الاولى، المينيموم من طلعته هنا اصلا هو مطنياه جيفن ضمن الكويستشن، بقى شنو؟ فقط عندك الاي ماكس تقدر تطلع بهذه العلاقه، طلعت قيمه عندك الاي ماكس. سو الجاما دراي شريتها ات لوست، لوست يعني شنو؟ يعني اي ماكس، اللوست يعني اي ماكس. هاي والدليل هاي يمتى نقول احنا لوست كونديشن؟ تكون لوست كونديشن بحاله الاي ماكس، يعني قيمه الدال او قيمه الدال. انا احسب قيمه الاي ماكس ات لوست كونديشن، سو هو يريد ات لوست كونديشن، شو يريد القيمه اللي يريدها ات لوست كونديشن؟ يريد قيمه الجاما. اذا انا عدياء احسبها عند الاي ماكس، سو الجاما دراي ات لوست يعني سبيسيفيك جرافيتي على 1 زائد اي، بس يا اي ناخذها الماكس في جاما ووتر، وشلون تقرا ذني؟ تراجع ذني اللي هي الاي ماكس الجاما دراي ماكس احسبها ات الماكس، يعني احسبها عند من؟ عند الاي مينيموم، والجاما مينيموم احسبها عند الاي ماكس. زين يمتى المينيموم ويمتى الماكس؟ المينيموم مرات انا ما اقول لك مينيموم، اقول لك ات لوست كونديشن، يعني يا اي يعني اي ماكس، يعني الجاما دراي يا هي راح تطلع جاما دراي مينيموم. هاي ضروري تنتبه لهم تقراهن بتركيز. الاكزامبل الثاني على موضوع الريليتيف دنسيتي، جرينر سويل تربه حبيبيه اس كومباكتد تم رصها ات مويستشر كونتنت يونت ويت
at moisture unit weight عنده كثافة وزنية رطبة يعني الجاما مقدارها 20.45 والمويستر كونتينت ومحتوى الرطوبة 18%. What's the relative density؟ ما هي مقدار الكثافة النسبية at compaction عنده عملية أو أثناء الرص؟ given Emax بهذه القيمة والإيمينيموم بهذه القيمة والسبيسيفيك جرافيتي بهذه القيمة. أنت عندك شنو القانون ال relative density؟ شو يساوي لنا؟ يساوي لنا ال E natural ناقص Emax على E natural ناقص إيمينيموم في 100%. اي ماكس واي مينيمم منطي بالسؤال شنو النقص عندي؟ نقص عندي فقط اي ناتشرال. زين انا منطيني الجاما دراي جاما الرئيسيه بدون ما قايل ماكس او مينيمم او اتلوس يعني هذا هي الناتشرال. فش استفاد من عتها؟ اطلع من عتها قيمه الاي ناتشرال. فجاما يساوي لنا هاي مو الدراي جاما العاديه اكو قانون للجاما دراي يربط مع الاي ناتشرال اللي هو هذا. إذا جاما دراي يساوي نسبيسي في جرافيتي على واحد زائد إي ناتشرال في الووتر كونتين لأن في 10% الجاما ووتر. هنا اللغة الترم اللي يربطه مع نسبيسي في جرافيتي اللي يساوي واحد زائد ووتر كونتين لأن هي جاما دراي فمحتوى الرطوبة إلها صفر فيبقى فهذا يصير زيرو وهذا في واحد فتبقى فقط نسبيسي في جرافيتي. لكن إذا مو دراي يونت ويت هذا القانون قلت لكم كتبوهم ضمن القوانين اليوسف اللي احنا اللي العلاقات بعض العلاقات المفيده راح تربط لنا الريليشن بين الدنسيتي للتربو وعلاقات الفوليوم. سو شو يساوي لنا السبيسيفيك جرافيتي؟ افتح قوس واحد زائد ووتر كونتين على واحد زائد اي ناتشرال في جاما ووتر. تمام الجاما الكليه عندي هاي مو دراي السبيسيفيك جرافيتي عندي الووتر كونتين عندي طلعت اي ناتشرال لو ما طلعت هاي قيمتها صارت موجوده اطبق الريليتيف دنسيتي بهذه السهوله. تمام عيني شوف هذا السؤال اللي بعده ادراي سمبل عينه جافه اوف سويل تمام هاف ذا فولوينج بروبرتيز الليكويد ليميت الها شقد 52% بلاستيك ليميت شقد الها 30% سبيسيفيك جرافيتي هالقد قيمه الاي هاي بما انه اي وخلاص يعني يا اي يعني تعتبره كانه اي ناتشرال. سو فايند شرينكج ليميت ادراي دنسيتي ادراي يونت ويت اند اير كونتنت وقيمه المحتوى المائي الهوائي عند الحالة الدراي ستيت. أول شيء السمبل قيمة العفو الإي أول شيء آت دراي سمبل يعني العينة جافة تمام فقيمة الإي هسه الليكويد لما في البلاستيك لما تمطينا قيمة الإي هو يعتبره كأنه إي نفسه إي شرنكج تمام عيني. فعندك علاقة اللي تذكرها أول علاقة بالعلاقات اللي قلت لك تكتبهم بالمحاضرة الأولى الديجري أوف ساتوريشن في البويد ريشيو شو يساوي لنا السبيسيفيك جرافيتي في الووتر كونتنت الووتر كونتنت. سو هسه نجي طبعا هو الديجري اوف ساتوريشن شنو يعني حد اتربك اتربك ليميت. فهسه نجي الحد اتربك هذا ما عندي هو انا اللي اطلع على الشرينكج ليميت يعني ايش قد نسبه الماء اللي ضفتها اني في هذه الحاله مجهوله عندي الاي عندي ات شرينكج يساوي السبيسيفيك جرافيتي منطتك اياه موجود بالسؤال كذلك قيمة الووتر كونتنت موجودة عندك هاي القيم موجودة بالكامل عندك بلاستيك ليميت ليكويد ليميت الإي عندك أيضا هاي القيم المتبقية شقد قيمتها شدي يقول هو يقول آت شرينكج ليميت إذا شقد قيمة الديجري أوف ساتوريشن شقد قيمته بهذه الحالة هسه احنا نجي على الحالة الأولى واحد فواحد في 0.53 قيمة الإي شو يساوي لنا؟ يساوي لنا السبيسيفيك جرافيتي قيمته 2.7 في ايش قد تعتبر هذه القيمه اللي هو الووتر كونتنت ات شرينكج ليميت فكانه قيمه الشرينكج ليميت اذا ايش قد قيمه الشرينكج ليميت هو 19.6 اذا شنو معنى الشرينكج ليميت والبلاستيك ليميت اذا ارجع لهم بصوره عامه حتى تذكر بالمحاضره وتربطها بالمحاضره السابقه بس حتى انه اذكرك بهم اكو تعاريف اخذناها ليكويد ليميت بلاستيك ليميت شرينكج ليميت شنو معناها هو المحتوى المائي is the moisture content as percent at which is the moisture content at percent at which تمام اذا شنو هن ذن الحدود هي عباره عن محتوى مائي من يقول لك اريد الشرينكج ليميت والبلاستيك ليميت يعني يريد الووتر كونتنت عند هذه الحاله فمن طلب من عندك هسه بالحاله الاولى نرجع من طلب من عندك هسه بالحاله الاولى قال لك انا اريد قيمه الشرينكج ليميت ايش قد قيمته هذا من قال اريد الشرينكج ليميت يعني شنو اللي يريد؟ يريد ووتر كونتنت عند هذه الحاله تمام؟ فهسه عندك الديجري اوف ساتوريشن واحد تمام عيني؟ هو اللي يتحقق ات واحد في الاي
يساوي السبيسيفيك جرافيتي في الووتر كونتنت اند شرينكج ليميت، وانه هو هذا الرقم يمثل لي الشرينكج ليميت. تطلع النسبه مالته مئويه، بعدين نريد جاما دراي شو يساوي لنا السبيسيفيك جرافيتي على 1 زائد اي في الرو ووتر عندي بالكامل، طلعت قيمه الجاما دراي. بعدين دراي يونت ويت، ودراي يونت ويت هي يعني الجاما لليونت ويت، الجاما شو يساوي لنا الرو في التعجيل، فهاي الرو مباشره انت طلعتها بالقيمه اللي قبلها في التعجيل 9.81 او 10 تاخذه. الكيس اند دراي في الدور شريط يريد بحاله الجفاف، دور يريد اند اير كونتنت اد دراي ستيت، دراي ستيت يعني ايش قد قيمه الديجري اوف ساتوريشن، معناها واحد زيرو العفو يعني ماكو تشبع. فعندك قانون يربط لك بالمعلاقات اللي اعطيتك اياها السابقه يساوي لنا الاي على 1 زائد اي، تمام. فهذا القانون طلق من عنده مقدار المحتوى الهوائي او فراغات الهواء الموجوده ضمن عينه التربه. اتمنى ان شاء الله تكون هذه المحاضره واضحه مع مسائلها، وان شاء الله راح ناخذ بعدين مسائل اضافيه ضروري جدا تقروهن وتكتبون هذه المعادلات، معادله الار دي الكثافه النسبيه تتسجل ضمن القوانين اللي بورقه القوانين راح تثبتوها من الان، وكذلك القوانين الخاصه بالبلاستيك ليميت والليكويد ليميت ايضا تثبت بهذه الصيغه. ان شاء الله عندكم سؤال او استفسار تقدرون تراسلوني عن قناه، ان شاء الله نكمل معاكم باقي المحاضرات على الايام القادمه. دمتم بامان الله وحفظه.